قال أنا هو الطريق، قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. لم يقل فقط اتبعني، لكنه صار وأخذنا ونسير مع المسيح أحبائي، نسير في خطوات المسيح، نسلك كما سلك المسيح، لأن المسيح هو القائد، لأن المسيح هو موضوع رسالة الإنجيل، لأن المسيح هو المحبة المتجسد. عارفين بكل أمان، بكل يقين وبكل اطمئنان أنه الطريق الوحيد الذي يأخذنا به إلى الحياة الأبدية. لم يقل فقط أنا هو الطريق، لكن أخذنا كجسر للعبور إلى الحياة الأبدية وإلى السماء.